من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا تقليد في أصول الدين، لا تقليد في العقائد، أمور لا ترضي الطائفي والتكفيري من كل المذاهب، لكنها توافق واقع وسطية الدين والضمير والأخلاق. الحديث طويل عن المحسن بن أمير المؤمنين عليه السلام، فهو بين من ينكر وجوده أصلاً وبين من يقول بولادته ووفاته في حياة جده رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فإثبات كونه سقطاً يحتاج للكثير من المؤونة. وأكتفي ببعض الإشارات. البعض ينكر وجود المحسن. الشيخ المفيد أبطل حادثة الباب، أنكر المحسن والإسقاط. أليف: الشيخ المفيد الذي أنكر وجود المحسن من الأصل يؤكد هنا على نفي وبطلان كل مزاعم الإسقاط وعصرة الباب والمسمار والضلع المكسور. باء: في حادثة الخطبة الفدكية ذكر قرائن وأدلة إضافية تثبت السلامة والصحة الجسمية البدنية للزهراء عليها السلام. جيم: أشار المفيد إلى أن فاطمة عليها السلام قد توجهت عليها السلام إلى قبر أبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وألقت نفسها عليه وشكت إليه وندبت وبكت حتى بلت تربته بدموعها. دال: قال عن زينب عليها السلام قالت: لما اجتمع رأي أبي بكر على منع فاطمة عليها السلام فدكا وأيست من إجابته لها، عدلت إلى قبر أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فألقت نفسها عليه وشكت إليه ما فعله القوم بها، وبكت حتى بلت تربته عليه وعلى آله الصلاة والسلام بدموعها وندبت. ها: هذا الحدث بمفرده يتنافى كليا مع كونها عليها السلام قبل بضعة أيام قد تعرضت لعصرة الباب ونبتة المسمار في الصدر وكسر الضلع وإسقاط المحسن ومرض الموت الذي ماتت فيه. فكيف إذن لو لاحظنا ما قامت به عليها السلام في باقي أحداث الخطبة الفدكية؟ وللكلام بقية. الصرخي الحسني.